السلام عليكم. نجاة القبلي، عضوة في جمعية أبناء البهاليل. اليوم اجتمعنا كجمعية أولا من أجل التعريف بهذا الورش الفني اللي من بعد غادي يطبق في أمر الواقع، وبالتالي غادي يقدر يعطينا الجمالية لمدينة البهاليل. وهذا هو الهدف، نقوله ماشي هدف مهم، هدف من أهداف الجمعية ديالنا. ومن بعد فاش غيتطبق لينا هذا المشروع على امر الواقع، غادي نقدروا نعطيو فرص الشغل لمجموعه من الشباب، وبالتالي يعني هذا الورش هذا غادي يخلي مدينه البهاليل تعرف اكثر، لان حنا عندنا بزاف ديال الجرادي، عندنا بزاف ديال العيون اللي خصها تستغل. وحنا الفكره جات يعني جات الجمعية أنها تبنى هذا المشروع هذا، حيتاش كيوافق مجموعة من المتطلبات اللي أصلا كاينة، يعني خاص غير تستغل. وهذا المشروع هذا غادي يستغل داك الإمكانيات اللي كاينة زعما باش كيفاش غادي نقول لكم بكثرة، حيتاش عندنا مجموعة من أيه مؤهلات طبيعية بيان سور، حيتاش عندنا مجموعة من المؤهلات الطبيعية من بينها العيون، من بينها مجموعة من الحدائق الغير يعني ما كنستغلوهاش، ما كيستغلها حتى شي واحد. يعني من بعد فاش غادي هذا المشروع هذا غادي يطبق في هاد الأماكن هادو، غادي داك الأماكن غادي يكون عليها الوفد يعني غيكون عندها وفد، وبالتالي غتحرك بزاف ديال الأنشطة اللي ضمنها. غتكون عندنا قهوة، غيكون عندنا كيوسك، غيكون عندنا بزاف ديال الحوايج، وإن شاء الله الله يعاوننا، وإن شاء الله الجمعية تكون قد الكلمة ديالها. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية للجميع وتحية للصحافة. اللي بغيت نكمل عليه ولا اللي بغيت نضيفه من خلال هذا النشاط ديال هذا اليوم، هو ان شاء الله غادي يكون عندنا مجموعه ديال البرامج غيكون يتم التنسيق فيها مع المجلس ومع مجموعه ديال الهيئات. ما عندنا حتى مشكل، حنا داخل هذه الجمعيه مستعدين اننا نخدموا داخل هذه البلاد بلا درهم بلا جوج. حنا كنعاودها وكناكد عليها، حنا داخل هذه المدينه وهبنا كشباب السواعد ديالنا والافكار ديالنا والفن ديالنا، ان شاء الله غادي نديروه لهاد البلاد، لان النظره ديالنا ان شاء الله المستقبليه غادا تكون حسن ان شاء الله. وتحيه لكم وشكرا جزيلا.